الامتنان، عرائش الفرحة، عرائش المقاومة، عرائش كل حاجة زوينة. تحية ناس جبل فين ما كانوا من عرائش هنا وحيها وكل واحد حاضر. حضرت في الافتتاح بناء على رغبة من إدارة الميرجان وكذلك من سكان المنطقة. فمن حضرت في الافتتاح أول شيء شهادتي مجروحة في الناس كي كيعرف الجميع بأنه كنعرف أنه المنطقة كتمر بواحد الظروف معينة وخاصة بعد الحرائق ومن بعد الحرائق اللي كاينة فيها، ولكن الناس توما كيستحقوا أنهم يفرحوا. فاختاريت ندير واحد الحاجة اللي هي زوينة تبقى ليا تاريخية. شناهي؟ أول حاجة نجي نفرح الناس وفي نفس الوقت تضامني لا مشروط، تضامني لا مشروط من أجر ديالي، أجر ديالي الشخصي اللي كيمشي لهذه المنطقة وهذا المتضرر من هذه المنطقة. فأنا كنتكلم على نفسي، كنتكلم على سعيد وشرف. فحضوري في الافتتاح كان السبب ديالو المحبة، السبب ديالو التضامن، السبب ديالو كل حاجة. واليوم الختام حضوري بنكهة أخرى هو إثبات هذا التضامن وإثبات هذا المحبة. لو أنه يتعطى لي دابا عاوتاني أجر آخر مع أنه أنا ما نقبلش، يعني يعرضوا عليا ما نقبلش ناخذ أجر لأنه هذا المحبة. فالحب هذا الجمهور الغفير ما عنده حتى شي ثمن، ولو يتعطى لي ثمن كونوا أكيدين أنه غادي يمشي لصالح والريع ديالو غادي يمشي للتضامن مع هذا شرفني. أنا كنفكر غير بعد الجولة ديالي لأنه الأجندة ديال عامة بزاف، فيوميا عندي حق في المدينة، فالمغرب كله عنده حق فيا، كمان عندي حق فيه. ولكن كانت حصة الأسد هاد السنة من نصيب العرائش، ولأول مرة يمكن في تاريخ الفن فن أنه فنان يحيي افتتاح واختتام مهرجان، ولي الشرف. تحية للعريشيين، تحية للرجال، تحية للعيالات ديال العرائش. أول حاجة شكرا ساكنة مدينة العرائش على حسن الاستقبال، وماشي غير حسن الاستقبال، استقبال تبارك الله اليوم الحمد لله باقي الناس كيحبونا، الله يجعل البركة. هذه ماشي هذا صلة من عند الله زوينة كنحمدو ونشكرو. أما بالنسبة للمهرجان، المهرجان ماشي أول مرة كنشارك فيه، يعني ولفتو وجاي باش نغني ونقصر مع الناس ونشطهم. وهذه مناسبة كبيرة وكريمة ديال عيد العرش المجيد، كلهم كيحبوه، أنا جاي نفرح معاهم في عيد العرش المجيد. سنالي بيس الجديد ديالك جديد جديد. كاين واحد الاغنيه سميتها بوبي، كاين واحد الاغنيه سميتها بوبي بوبي بين بوبي، يعني دوميا مونيكا كما قالوا انا مونيكا في الدارجه ديالنا، وراه قريبا غتخرج ان شاء الله تبارك الله. كوميدي وكوميدي ما بيهاش. اش كاين الحق ساكنه مدينه العرائش؟ وا بيني وبينك باش ما نديرش الفرق، راه من درجه الاولى الجمهور قلب واحد حنين على الفنانه وكيبغيونا، وما كانش الجمهور ما نكونش جالس انا هذه الجلسه هذه. شكرا لسكينه مدينه العرائش وجميع